تصفيقة تصفيقة كبيرة ونرجعوا كالعادة كي كلها رحد لما تحفونا ياسر. واليوم إن شاء الله تعجبكم زادها باهية، فيها برشا جو، فيها برشا فنانين. ترى سمعوني شكون مثلا؟ مثلا كوثر تحف. أكذب عليك، أكذب عليك، أكذب عليك، أكذب عليك، أكذب عليك. هيا جلول جاري يا حمودة، يا حمودة، يا جاري دبر عليا يا ما، يا جاري دبر عليا يا ما. وزدي 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 وزدي. فما جوني كون فيلوزوفي اتر اكسبتي كوم جو سوي. Je ne sais pas quoi, je ne sais pas quoi. La 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 la. Bab 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 bab. أنا شو؟ نسيت 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 شو يقول أنا؟ رامي عايش. تعرفون الغنية بتاع رامي عايش؟ اللي يقول فيها رامي عايش رامي. يا حبيب القلب مال. أهيا. يلي شغلت الباب. يلي شغلت الباب. أنا من غيرك يا حبيبي، يا حبيبي ما بين ما بعرف شو. هذه هي مش تسمعها اليوم، ما عادش فيها يا جلول. هذه ما فيش غناية بقى. ونقلوا مع بعضنا ضيفنا، ضيفنا اللي هو الأستاذ أحمد حمزة. ما بعرف أحمد حمزة. أستاذ أحمد حمزة سفير الأغنية التونسية في العالم العربي، الفنان الكبير أحمد حمزة. يا حمودة، أكبر أكبر أكبر. حمودة يا جاري دبر عليا يا ما، ويا جاري دبر. ايه ارجو دبر وانا النوم حرام عليا يا ما، وانا النوم حرام علي. تصفيقة كبيرة على أحمد حمزة. مرحبا بالزحمة، تصفيقة كبيرة الزحمة. شرفنا الزحمة بحضور في البرنامج بتاعنا هذي سفيان شو، اللي هو الكل للصغيرات وللكبيرات. شو هذا شو؟ شو على حاله؟ أتوز جماعة ساعة كل عادة، احنا كل ما يجينا ضيف يقدموا له الجوري شنين قانون اللعبة. هيا خويا كل عادة سيا كوثر أمان واحد كمان. سيد أحمد عنا 16 جمعة بش يلعبوا فيها الصغيرات هذوما. كل جمعة نستقبلوا 6 صغيرات وكل جمعة نختاروا صغير من 6 صغيرات. أيه. في تمام 16 أسبوع بالتمام والكمال نتعداو للنصف النهائي. أيه. في النصف النهائي بعد نتعداو للنهائي ونختاروا صغير بركة واحد بركة يربح، باش يربح خرجة الأورو ديزني. الله 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 الله. هو وشكون؟ هو والعائلة بتاعو وحتى الجيران، حتى الجيران. قولها على كل الجيران، الجيران على نفقة جلول. وقد يقعدوا غادي؟ يقعدوا طيلة أسبوع. وتوا ندخلوا في صميم الموضوع ونمشيوا الأول ريبورتاج متاع أول متباري. ريبورتاج سيرينا الفرش نغني مادونا وين؟ أنا نحب كونسيرفاتوار ونعمل فيها الفيولون. نشتح بلدي برشا في الكلاسين. مادونا متعودة تغني في مسرح صغير دار والكونسيرفاتوار، اليوم تغني في مسرح كبير، مسرح سوفيان شو. أنا جاية هنا باش نشارك وباش نربح.
بخير. اي 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 يعطيكم الصحة من الجو. نشوف يا عمي وجدي ايش باش يقول. وجدي يعطيها الصحة سيرين سفيان بحذايا ياسمين اختها. عسلامة سيرين. مرحبا مرحبا مرحبا. قول لها عسلامة. عسلامة. اه هي اش قولك فيه؟ صحيتك صارونا عملت بالكتاب بالكتاب. صحيتك. ميرسي. شكون حفظ الغناء؟ انا واختنا الاخرى صابرين. وفي الدار يتقلقكم ولا سفر؟ لا قرايا تقرا لروحها بالكتاب بالكتاب. عاقله ولا تعمل جو كيما تو عملت لنا؟ لا تعمل جو مع عقله شويه زاد. قرايا وسبورتيف والغنية حفظتها. تحكي اونجلي وفرنسي. اي باش تغني هالي يسكت برك يغني لي. اي every little thing that you say or do I'm hung up I'm hung up on you waiting for your call baby night and day I'm fed up I'm tired of doing on you time goes by so slowly for the girls who wait no time to hesitate go so round see to have all the fun I'm got up I don't know what to do time goes by. صحيت سيري. أيه شو الاخر اللي عندك؟ قالوا لي زاد تعرف شو تتكلم بالانجليز. You speak English? Oui. Oh, oui. Yes, yes. Oui, but sorry. قول لي اي. اي لا حتى تقول لي عربي. You speak English? Yes. Good. كيفاش قولوها شوي شوية. To station. To station. To station. كيف كيف خصوص طلعنا لا together ولا كيفاش قولوها. شو الاخر تغنيش بالعربي. سمعني احكي لي عليها يا بابا احكي لي عليها احكي لي عليها هالدنيا وقل لي اللي فيها اشنو الليل وظلام والقمر شنية وش معنى الفجر وانسام وشمس الصبحية انا بابا صغيرة وبحيرة والدنيا في عيوني كبيرة احكي لي بابا اللي فيها فهمني كل معانيها احكي لي بابا اللي فيها فهمني كل معانيها احكي لي عليها يا بابا احكي لي عليها. يا ولدي هذه فنانة متنوعة عربي سوري انجليز توشتيشن فشخ مشتيشن جلول بارك الله عليها. شو عندك بنقول باباي؟ ممتازة في أول حاجة الساعة سبورتيفة بالكدا. بلاي باك عملته ممتاز للغاية. بابا تغني معناها بالفرنسيز بالعربي بالانجليز ومزيانة. نحب نصفقوا عليها برشا برشا تعرفونا ياس جايز جايز هنشوفوا جايز راح. قالوا قالوا في عودك قالوا في عودك وانا النجم نعوم ضد هالطيار الجارف من نجم نقول كان برافو 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 كاظر كاظر الباردي. انا باش نقول لها يعطيك الصحه ياسر حلوه خاصه انهم عملوا نفس الكليب كما مادونا معناها يعني الكليب نشوفوا فيه مادونا شفناهم هما توا في حاجه مصغره دونك عملوه كيف كيف والرقصه كيف كيف والبالي اللي معاها لزوز بنات يهبلوا وهي ياسر ياسر حلوه وكملوا هكاك باش تكونوا سبورتيفيت ما تبطلوش السبور بالكل. نسمعوا. اي هما راه تعرف يا كوثر ما هو اللي يلعب سبور يبطل كيفاش يولي اي كيف انا ما يلزمش يبطلوا انا ما يلزمش يبطلوا انا سبورتيف انا نقرد الكارنا عملها بيديا لا هما باش يكملوا هما ما يبطلوش ان شاء الله يا ربي ردوا بالك من قصه وصر لي ريتش تولي وش حتى كوثر تعملها راه الدور هذه تنبع يا سيدي احمد ايش قولك في الجيل اللهم صل على النبي. يعملها هنشوف وش نعمل عاد شو يقول. تبارك الله عليها انا اللي عجبني فيها ما شاء الله عليها كاني عندها 20 سنه تغني. واو دي كونتراكتي معناها اوكي صفقوا عيطوا كاني وحده ماهيش معاهم. يا سيد احمد
نقول لك حاجه قبيلك ما انتبهت ليش قبيلك الله احد اللهم صلي على النبي باش تعرف قيمه زيد احمد عندنا عند التونس الكل قبيلك الصغار الكل واحنا بدينا في الاغنيه بتاعك كلهم حتى اللي عمرهم 5 سنين غناوا معانا ترى انا هي اللي غنيناها بس يا سيد احمد يا سيد احمد يا سيد احمد اسمع الصغار اسمع سيد احمد ويقول لك صغارنا يحبوا كل الاغنيه والالعاب بتاع توا شو ما شاء الله انا والله وقت اللي استدعيتوني وانا جاي قلت منين يعرفوني هذوما منين يعرفوني بحيث الله صل على علاش قلت لك البنيه تبارك الله عليها انا معناها ضربني التراك قبل ندخل لبس لبس هاي هاي بتجي نرجع لسيرين هاي الناس ونخدموا على روحنا بابا ذوكم عطاونا النوت صفاء مرة مريقلة بابا أنا هي الكاميرا اللي تشعل هيك مقابلتنا طب شد الميكرو تقول لك ايه نرجعوا بعد الفاصل الإشهاري نرجعوا بعد الفاصل الإشهاري أنا غني غنية وردة الجزائرية وردة وآية بين سنين حكاية اليوم وردة صغيرة باش تغني الوردة الكبيرة عجبني وردة خاطرها مزيانة وصوتها مزيان قولوا لي اللي أنا نشبهها لها خاصة في شعري زرقة كما وردة أنا مش نربح خاطرني مش نغني وردة وما أدري أكذب علي 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 أكذب عليك لو قلت بحبك لسه أكذب عليك أكذب عليك لو قلت بحبك لسه أكذب عليك وأكذب عليك لو قلت نسيتك همسة أكذب عليك أمال أنا إيه قولي أنت أنا إيه اختار مرني وأنا نسي عليك أمال أنا إيه قولي أنت أنا إيه اختار مرني وأنا نسي عليك أنت حبيبي يا انت حبيبي انت حبيبي انت حبيبي ولا حبيبي عشان انت حبيبي قول يا حبيبي قول قول يا حبيبي قول قول يا حبيبي قول يا حبيبي قول 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 يا حبيبي عودوا لهم واحدة أخرى هكيك إيه هكيك إيه ما شاء الله ما شاء الله هنشوفوا عمي وجدي إيش نقعدوا أنا وياك إيه تفضل تفضل السيدة وردة تفضل تفضل السيدة وردة خذ الميكرو هذا يا مخيره هذا ترى تكلم قول ألو 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 خالتي ذكرى خالتي ذكرى ألو يا وجدي وي صفية باش تغني مع أبوها أبوها هوني في الجمهور وينه هز يده وينه راو عندي شكون يقول لي قاعدين يشوفوا فيك تغني معاها ترى سمعني ترى
تراه هاي سمعونا سمعونا مش غني مع بابا اكذب عليك اكذب عليك اكذب عليك اكذب عليك اكذب عليك لو قلت بحبك لسه اكذب عليك اكذب عليك لو قلت نسيتك هنساك اكذب عليك اكذب على انا ايه قولي انت انا ايه اخضر لي بري وانا لسي عليك امال انا ايه قولي انت انا ايه اختار لي بري وانا لسي عليك انت حبيبي يعني لسه حبيبي ولا حبيبي عشان كنت حبيبي قول يا حبيبي قول قول يا حبيبي قول تصفيقة تصفيقة كبيرة حافظة كل غنية هذه ولا عندك غنية أخرى هذه بركة من تحب وردة أنت يظهر لي مادام اخترت وردة وحافظة غنيتها تموت عليها الحاجة الساعة الأولانية أنها عندها خفة دم بسم الله ما شاء الله تري سيمباتيك ما عند ربي هذه حاجة الحاجة الثانية شخت بها أنا وحتى سيد أحمد معايا أنها تغني في الطبقة معناها وذنها موسيقية صحيحة حاجة حلوة برشا ما شاء الله وبلاي باك حلو برشا حتى قياس بحذايا تفجع قياس أو تقول لك كيفاش أول مرة سير جيس ترى سمعني جيس ايه سبحان الله ديما لازم سمع أول مرة ايه أنا ما نكذبش عليكم أنا ترعبت عليه أنا خفت عليه لأني وكأني بي قدام حاجة خارجة المعقول لأن عندها حضور عندها فيانة في الحركات بتاعها سمحني أنا هزتني لبعيد وليت خايف منها فاتت عمرها وكأنها الله أحب نستعمل كلمة قالها ما شاء الله استحمد قبيلة إلين مسلطنا من داخل والشكل اللي خرجت بيه أنا لو كان تطل علي في الليل وتغني لي أنا البر معاش نقعد فيه هاي هكا وليك اوثر ترى شو رايك روعه بلاي باك عملته بطريقه حلوه برشا برشا وعندها حضور كبير ياسر ياسر على الركح ثم عندها خجل حشمه ريشه ذيك ريشه حشمه اللي عندها مواتيتها برشا برشا, برشا برشا في وجهها والغمزه ذيك على البقل وسطه ذيك برافو يا سيد احمد شو قولك يا سيد احمد بسم الله وما شاء الله عليها وتبارك الله وعين الحسود فيها عود الله سلام تبارك الله عليها حتى الجس اللي تعمل فيه والحركات ماشيين مع المعنى بالكلمه بالكلمه صحيح صحيح وهذا والله مطربه عندك 30 سنه لا تعرف الكلمه شنيه والحركه ما تجمش تربط بيناتهم ما شاء الله عليها سيد احمد عندنا دقيقه دقيقه عايش سيد احمد عندنا مفاجاه ليك بعد الروبورتاج هذايا أنا نور الدين البراكي في الغنية أحمد حمزة شكون كان يتصور أحمد حمزة بجاج حب تكتني هذا نور الدين وإلا أحمد حمزة نسخة 2009 أنا جيت نور الدين البراكي من قلة أحمد حمزة راني طيارة وبش I'm
عيون الريم الجالي الجالي شفاني وبعده بدع بي صحيح سي نوردين صحيح حلوة ياسر راح يدولك نوردين ولا ننو نوردين نوردين صحيح سي نوردين نشوفوا عمي الوجدي ايش باش يقول لنا هيا وجدي هيا سفيان بحذايا مدام درساف اللي هي بنت خال ننو اي ننو احنا نتربجوا به في الدار الكل ونعيط له ننو لا لا قالك عيطوني نوردين ساعه قال عيطوني نوردين نوردين هاي هاوك ليك بس روح وعجبني ايش قولك فيه صلي على النبي اللي غنى مليح هو يحب الاغاني القديمه كل متاع تونس وأديها غنية بالكذا وعنده غنية أخرى راوي يحب يغنيها حفظها أطلع نأخذ كل شيء بتخافش خليني وتوا كيفاش تجع بالكذا في الدار و... يحفظها أنا وياه الغنية وأمه وعملت جو بها أي صبح كامل أي صدى دخلنا نسمع صوته وانا توهي عملك تحمحيمة بالكذا سعيد بش الديماري هاي سيه أجري حمودة ترى جاري يا حمودة يا حمودة يا جاري دابا عليا يما يا جاري دابا عليا يما الناس بات رجودة رجودة وانا النوم حرم عليا يما وانا النوم حرم عليا يما مازال عنده غنية أخرى ترى سمحين نحن صرفنا اليوم عندك بحرية يا ريف سمرو شرقية يا ريف عندك بحرية يا ريف سمرو شرقية يا ريف والبحر كويس يا ريف وصل لي حبيبي يا ريس الرمل الدايب كاتبنا سؤال حبايب دوبنا الرمل الدايب كاتبنا سؤال حبايب دوبنا وإن شاء الله توصل مركبنا فيها أهلينا وحبايبنا والفرحة تكمل يا ريس والفرحة تكمل يا ريس واي واي ملا نوردين ملا نوردين قالوا لي في القراية باهي بالحق ها هذاك علاش ملا حافظ الغنيات وتأدي بالقدام شنو الآخر هي وعندك عمايل ولا لا قل لي تعمل عمايل في الدار يقول لي عادي يقول لي شنو العمايل شنو ليش كيفاش دير وريني كيفاش نجري وتجري مثلا مش يقول لك نوردين انت اللي ربحت كيفاش تعيط راه هاني شدد لك هيا كي تفرح تعمل لك هيك نوردين انت اللي ربحت هاو التعبير والنبي كان جاي قدامك السيره وترشق جلول هنشوفوا جلوب كيفاش يعيط بارك الله الضامر ياسر وليد نور الدين ياسر الضامر سيمباتيك عمل مجهوده في الغناء معناها في البلاي باك حلو برشا السيد احمد حمزه شيخ عليه عمل عليه جو كبير فنصفقوا له ويعطيه الصحه تصفيقه انا جيت اليوم فنقال فنان الكبير احمد حمزه جيت اليوم فنربح وجاب شيربح زادا هذا يخدم روحه
نرجع. على كل حال ولد نور الدين ما قصرش في هال المجهود اللي عمله نهار اليوم, وبالأخص كيف بدأ يرمش في عويناته. ايه هذيك جيبها خل نشوفه طوى مع كوثر. ايه نعم شو نقوله, يعطيك الصحة يعطيك الصحة, بالأخص الاختيار غنية جارية حمود غنية حلوة وهو أديها مليح وكانت تبلوم زيين. برافو إن شاء الله تنجح. تصفيقة سيد أحمد, سيد أحمد شنو رأيك وذي عاد منه رأي منه هدية لك انت راه. انا توا باش نعاود نحفظها من جديد على طريقه 35 سنه نغني فيها الليله علمني برشا حركات. تبارك الله. تسمع ما هو ما شاء الله عليك يا سيد احمد 35 سنه عمرها الغنيه وبتزيلوا الصغار حافظينها ما شاء الله. ما قلت لك باش نعاود توا باش نعمل نسخه جديده علمها لي زين نور الدين. عايش عايش هاي نخدموا على روحنا كالعادة. طوى انت يا خويا باش تقدم اللي بعدك فهمت طوى باش تعمل هكايا وطوى بالكدي نشوف الروبورتاج نتاع اللي بعدي. هاي قريتها هذيك اللي تشغل اوصرها مليح هكا نحب بالكدي هيا وطوى نشوف الروبورتاج اللي بعدي. وي انا نحب الكوكسينيل فضلت الوقت. كنزة فراشتنا تحب الطبيعة ومتميزة كي تغني للعيبي زعما تطير وتكون فايزة. بابا وماما سيبوني للكاستينج عجبتهم. انا عجبتني اول بنت على خاطر غنيتها باهية. ملكم لي انا حسين عباسة. Accepté comme je suis, malgré tout ce qu'on me dit, je reste le point levé pour le meilleur comme le pire. Je suis métisse mais pas martyr, j'avance le cœur léger, mais toujours le point levé. Fais la tête, bombez le torse, sans cesse redoubler d'efforts. Finalement, laisse pas le choix, je suis là qui bat le roi. Gré nos peines, nos différences, toutes ces injures. Moi je lèverai le poing, encore plus haut, encore plus loin. Viser la lune, ça me fait pas peur. Même à l'usure, j'y crois encore et encore. Fais sacrifice, s'il le faut j'en ferai. J'en ai déjà fait, mais toujours le poing levé. صحة يا كنزة يعطيك الصحة محلاها شط عندك وغنيك نشوفوا تنطوا وجدي يا وجدي سوفيان هيا دول رأي المفاجأة الكبيرة هي كانت المدام يسرى أم كنزة شنو هي الحمد لله عايشك ما قلتيش بحق شنو اللي تبدل تبدلت كلها حشامة في بالي ما انت برش حكاية في العادة يجب حذي يجب حذي صرحت بحذينا سوفيان راهو حط الميكرو هذا كنزة وي Ça va, Zisti? Ça va. Chachte? Hey. Brabi? Hey. Aïe, bé. Tu as vu ce qu'on a fait à l'église?
بنت اختي معاها بون وين عاونتها من بعد باش حفلتها كاو اما كنزه حافظه زاده بالعربي وبسمعني حاجه بالعربي. انا حاب نقول لك حاجه يا كنزه انت شمسي عاونها انت شمسي. هيا هيا كنزي خلنا نخدم على روحنا يا وزي. هيا توا باش تغني لي الغنيه هذيا نتاع ريزي لا ريك باهي الغنيه. هيا 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 حافظتها بالكدا وحفظت لي حاجه بالعربيه ترى سمحي لي. اي انت شمسي انت ما تغيبيش انت عمري انت ما تنعيش انت روحي انت ما تخافيش انا نحبك انت وما نخبيش. لاي 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 كنزة قالوا لي زادة مغرومة بالحصن انت تركب بالخيل زادة بالحق اي وقالوا لي زادة تعرف كي تمشي كي المانكان ها ترى وريني خطوتين تاع المانكان. هي ترى هي ترى وي 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 ارجع ترى وي 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 يب با 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 ايش تو يظهر لي الجماعة غادي راهم يحضروا في رواحهم نشوفوا عمك جلول ايش يقول. هاي جلول ايه امال بنتها حاجة حلوة ياسر ضامرة برشا مصرة برشا برشا مواهب عندها برشا مواهب حلوين خاصة المشي الخانية مريد تعمى كان ولدي هذيك مش عادية اصلا راح حتى انا نسوا نمشيها وريني شوفيها عجبتك في المشي. برافو سفيان هذه كنزة زاد عجبتها مشيت. برافو انا عجبتني برشا المشي. وي صعيب شريوهم الحوايج اللي لابس اسكت كوثر حوايجي وحوايجك ما يتباعوا كان لينا. لا والله حوايجي بعاد برشا يا ولدي كان لينا كان لينا ربي باقي صدر ربي باقي صدر ربي باقي صدر يا كوثر نلبسوا كان لينا زهو جلول انت رايك فيا وفيها في المشي يا سفيان انت خير بصراحه عجبتني باهي كوثر خلينا نشوف وراي كوثر. انا عجبوني برشا برشا خاصه خاطر فكره الغنايه اللي كونوا فيها اختلاف في الراي ولكنهم يتفقوا في الاخر والبنات الثلاثه عملوا تابلوه مسرحي وحدهم معناها وقت اللي وشوشوا لبعضهم والاخرى تقنع في الاخرى برايها. اخراج اخراج كامل اخراج الاخراج اللي صار فوق يسرحلو كليب على حاله. هي عندها حضور متميز وبلاي باك رائع عملته دونك برافو ليكم الكل للاربع بنات. شوفين يعطيك الصحة البنات الثلاثة اللي عملوا ياسر حلوين فما بنية في الوسط بالمرايات ضامرة ياسر ياسر حمد صف قلها تصيغة تصيغة بنية ضامرة ياسر نشوفوا راي ضيفنا عاد سيد احمد بارك الله عليها عندها برشا مواهب وروحها خفيفه ياسر 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 وكما قالت كوثر عملوا تابلو
معناها بالكدا يعمل كيف روعة روعة. هاي هاي نرجع نخدمه كالعادة كل واحد دو مش ولي عوني نعيه تراني كبر. طيب شدك الميكرو وانا هي الكاميرا اللي تشحن. هايكا تو انت تو مش تقدم اللي بعدك تقول تو نشوفوا الروبورتاج مع المتباري اللي بعدي نغاديك ريت هذيك الضوء الأحمر. هاي سنة 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 شبك صبيتها صبيت نعطيك انا ديبار واحد اثنين ثلاثة احنا بش نشوفوا الروبورتاج اللي بعدي. سنين وشغل وشغل رامي عايش. ذي الدين ورامي عايش رامي كبر ولا ستار؟ ذي قال عندي جمال الحضور انت وستار. سونيك وش انقلت موعدكم انا هو رامي. يا حبيبي قلبي مال وانت اللي شغلت البال ده ما فيش غيرك بحياتي يا حياتي مهما قال. يا حبيبي قلبي مال وانت اللي شغلت البال ده ما فيش غيرك بحياتي يا حياتي مهما قال. وانا صبري طال وانا حالي صارت حال. يا حبيبي قلبي مال يا حبيبي يا حبيبي وانا صدري طال وانا حالي صارت حال. يا حبيبي قلبي مال يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي قلبي مال. حبيبي يا حبيبي قلبي مال. دقيقة واحدة سمع حاجة في الجمهور لازم نوريها لكم. غريبة ياسر شوقي ويني انا براش راني ويني يا شوقي وريوها الفوق زويلي فوق ويني مراش هاني مشي بحذيها هاني جايها بعد شوية حاجة غريبة وحلوة ياسر. هايك هاني جيت عودوني موسيقى رامي عايش عاود يا حبيبي قلبي ما هيا خليها بحزين هتوقع هذه الفنوطة بسقط بحزين عيشة بحزين مريومة طوى زيفة اليوم بحزين هوني خليها طوى نرجع الساعة سي وجهي قبل خنشوف التعليق الباهية
وي تو انا ما بحذايا راهو كان القريبه نتاع رامي عايش ابعث لي القريبه نتاع مريومه هيا فيسا ودي اخسر انا فيسا فيسا دبرت كاستينج فيسا اه هيا فيسا اش قولك فيه مرو والله يا بنت انا ما كانش هكا اخر مره صحيت لي سي بيان تعرف ميرسي كانت كونفيونس بيا هذه اللي كانت تبقى لك حتى لتكبر يعني ميرسي وانا اللي ما قدمته لك سفيان اللي هي بنت عمه هكاك بنت عمته اخر مره قلت لي بنت عمه مش مثبته يكون نهار وقصبه كون نهار وقصبه خليني تو نتلهى دوري سي ضياء تلعب ضياء قال لك عنده صوت زاد مزيان اول حاجه نبداو الطلبات تغني لي بصوتك دور نسمهور هكا 1 2 3 يا حبيب القلبي من وانت اللي شغلت البال فهمت صغيرك بحياتي يا حياتي ما ملقان يا حبيب القلبي مال وانت اللي شغلت البال فهمت صغيرك بحياتي يا حياتي ما ملقان وانا صبري طال وانا حالي صارت حل يا حبيب القلبي مال يا حبيبي يا حبيبي يا قمر الليالي يلي هواك على بالي انت يا غالي ولا زيك في الخيال يا قمر الليالي تصيغة خرق صنع يلي هواك على بالي ما زلنا سيدي ما زلنا عاد نسيدو نبرب شوحنا شو الاخر تعرف تغنيشي بالتونسي ترى سمعني هي هاي 1 2 3 امشي دي باري حبي يتبدل يتجدد تا تا ما يتعدش كيف متعدد تا 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 حبي يتبدل يتجدد تا تا ما يتعدش كيف متعدد تا 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 فكري خونك كيف ما خونتي لكن قلبي يحبك انت حبيتك طفلة وبنية حبيتك كيف صرت صبية حبيتك طفلة وبنية حبيتك كيف صرت صبية حبيتك كيف بنت العم بحرارة روحي والدم حبيتك كيف بنت العم بحرارة روحي والدم كيف ما يرجع الفرتت للنار اللي تحرقه كيف ما يرجع الفلاح للحقل اللي عرقه كيف ما يرجع الملاح للبحر اللي غرقه يرجع لك حاير مني انت قلبي احلى مني قالوا لي زادة تمثل بالحق شو الدور اللي شاركت فيه ترى بالفرنسي شو الرول شو قالوا لي الوحش المونستر كيف يعمل ترى زيد راه هكا 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 حاسي بها راه هكا برافو هاي سي جلول اش قولك هذا هو يمثل ويغني ويستح كل شيء هذا شاب مونستر ريتو في حياتي وقت تحفونك اللي ترقص هذيك هذيك ضيفتنا هذيك لازم نصفقوا عليها برشا برشا حاجه اعجوبه تهبل تهبل الغنية اللي عملها حلوة ياسر البلاي باك اللي عملوا دونك دخلة بالكرهبة هذيك حلوة برشا واللي معاك بالعلم هذاك اللي شد الجارد ما قصرش عليه الصحة شوف سي عبد الحميد والله شوف يعني اتفقوا ساعة شوف سي عبد الحميد والله شوف يعني اتفقوا ساعة أنه الفن بصورة عامة بالنسبة للصغار والموسيقى بالنسبة عام بالنسبة للصغار هي محرك بتاع الشخصية بتاعه الفن ساعات ينجم يكون مش بضرورة باش يطلع فنان ولا باش يطلع مطرب ولا ممثل وكذا وإنما هي تولي طاقة بتاع تحرر والشخصية تنضج وينحي معناها ايش يسميوها البريجوجي الأحكام المسبقة على شخصيته ويواجه الحياة بكل أريحية هذا زاد من دور الفن زاد كونه يحرر الإنسان ويحرر الطفل وبالتالي كما شفناه ولدنا توا كان متحرر ومنطلق انطلاقة جبارة ونهنيه بالانطلاقة انا عجبني برشا عجبني خاصه
كيفاش تخلك الموتور والكاسك والدخله حلوه برشا. زيد عنده زهر كبير كوثر كوثر سمعني عندك خصت الزينه انا كرب 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 خاطر ضربت شطار العشاني اي وعنده زهر كبير كونه لقى تحفونة كيفة مريض جيت عملت الكليب كامل معناها روعة الطفلة روعة روعة أنا وليت نغز بصابها موزيكا وتشتخي كتشوفها وتشتخي خل شوفوا سيد أحمد حبيت كان يتكلم سي عبد الحميد قياس هو قال وفسر لكن أنا مفسر له أكثر هو اللي حب يقول سي عبد الحميد كونه المغني عنده كاريزما نسميه احنا في العرف الموسيقي الكاريزما يقف قدام العباد حتى الكاميرا هذيك تقبله ولا ما تقبلوش وهذا ولدنا ليش عنده كاريزما موجوده الكاريزما موجوده ميرسي اي اي هات لي تراها نشوفوا هذه هالبنوته شو اسمك انت مريم نغاوي مريم يا عيني على مريومة وين تسكن مريومة في حي الحكام اللهم صل على النبي هم ما شكون جيت يا مريومة؟ ما شكون جيت؟ مع سيدتي مع سيدتي مرحبا بها وانت عندك شي هنايا مزيانة ترى سمعي لي ترى قالوا زيني عامل حالة مليلي ارفع هكا هاي حيرت قلوب الرجالة مليلي اسألني نقول لك على الحب نعرف كل معاني الحب اسألني نقول لك على الحب نعرف كل معاني الحب يا سعد اني يكون احلانا وقالوا زين يا من حالة ملالا اي توا انت باش تعاوني كالعادة ريتها بنيه الكاميرا اللي تسال هذيك او ثبت فيها اللي فوقها انبوبه طيب قول لها اسمع اسمع نرجع بعد الببليسيتي ها هيا ترى قول اغزر الكاميرا هذيك قول لها هي نرجع للببليسيتي مدام لجنة التحكيم تفاوضت وقررت شكون اللي بشي ترشح في الحصة هذية نستقبله مبعضنا سيد أحمد بشي قدمنا أغنية من غنياته الحلوين سيد أحمد صيادة بدي العربان تتهادى وسط البستان بسعادة لكن بحنان صيادة صادتني برموش العين والله بسواد العين صادتني برموش العين يا خويا برموش بالعين يا دا 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 يا دا دا يا دا 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 يا دا يا دا 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 يا دا دا يا دا 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 يا دا دا بنت محميد الشهلونة وباها صيد ابن فحولة وشروطة تزيد ومقبولة في بنت العفة والزين يا دينا دادا دا يا دادا يا دادا دا دا يا دا ويا دادا يا دادا يا دادا دا 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 يا دادا بنت العربان تتهادى وسط البستان بسعادة لكن بحنان صيادة صيادة بنت العربان تتهادى وسط البستان بسعادة لكن بحنان صيادة صيادة بنت العربان تتهادى وسط البستان بسعادة لكن بحنان صيادة صادتني برموش العين يا خويا برموش العين صادتني بسواد العين والله برموش العين يا دا 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 يا دا دا يا دا 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 يا دا يا دا 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 يا دا دا يا دا 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 يا دا دا
اقوى 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 تصفيقه اقوى لسيد احمد اقوى. ربي يفضلك يا سيد احمد. عيشك عيشك نورتنا نورتنا سيد احمد. نورك عيش. طيب باش نشوفوا وينك تفل وجهي مع شراه. وينهم الكادوات يا وجدي؟ ثم كادو سيد للبنوته الصغيره راهو. لا لا معنا بسنا حتى انت باش تعطي شكون اللي ربح. هاي هديك الكادوات من عند شكون؟ من عند شكون يا وجدي؟ هذوما كادوات كالعاده كما سانستنا ماترنا. كادوات من اهداء ماترنا فيهم كادوات بالزايد. وثم كادو زايد لك البنوت هذيك. اكبر كادو هو البنوت هذيك. هاي شوف حذانا. خلينا ما خاطر ما نجمش نتذكر. هاي جي سيدي احمد حذانا من هنا. الوقت الحاسم سفيان شيخ. انت باش تعطي شكون ربح؟ هاي جاو هنا هاي. هاي جاو هنا شدوا في دين بعضنا باش نشوفوا شكون اللي ربح. هاي هاي كالعاده. كوثر عندك شكون اللي ربح وانا ما زلتو؟ عندنا حيرة كبيرة سفيان. معناها هو اللي اسمعني اسمعني ايش اقول لك. احنا 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 ديما متفقين ونخدموا خدمه نظيفه. ايه؟ عندكم مهله ظريفه تزيدوا تتشاوروا فيها نرجعوا للروبورتاج. اوكي نشوفوا الروبورتاج. اوكي ما بعضنا الكل الروبورتاج. شارك معنا في حلقه اليوم مادونا رجعت لجنة التحكيم واليوم يظل لي كما نقولوها بالدارجة ماكلة بعضها ترى فسروا لي شنو فقط فما اختلاف هي لك هو ماكل بعضه احنا اختلفنا في اثنين اللي هما وردة ومادونا قدم وردة قدم مادونا ترى تصفيق مازال مازال هذاك يخفوا غادي لانه كان الاختيار نتاع سي قياس نوع وسي جلول نوع وانا نوع وقانون اللعبة والحصة كون الضيف متاعنا يكون رايه ضعف اثنين فاحنا باش نكونوا من راي سيد احمد واختيار سيد احمد اللي باش يقوله سيد احمد اختار شكون باش يقوله هو مادونا مادونا هاي بص سيد احمد Thank you.
عصير تاني منك هو مانجا جاي عصير.